يا ترى لو معاك نوت 10 بلس هل محتاج تعمل ابجريد للنوت 20 الترا؟ طيب تشتري النوت 10 بلس ولا النوت 20 الترا؟ وهل فرق السعر بيعوض فرق الامكانيات؟ في الفيديو ده هنعمل مقارنه بين النوت 10 بلس والنوت 20 الترا للناس اللي مش بتحب تشيل غير النوت، وهنبدا حالا. ولو انت اول مره تشرفنا في القناه، لما تشوف الفيديو ولو عجبك اشترك في القناه علشان تدعمونا، وفعلوا الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا اول باول. فئة النوت هي من أكتر الفئات المستهدفة من اللي بيحبوا السامسونج خاصة، واللي بيحبوا التليفونات الفلاج شيب عامة، بسبب قوة أدائه اللي مش بيتغير مع الوقت، وكمان قدرته أن يدي مستوى عالي من الإنتاجية. والمقارنة اللي هنعملها في حلقة النهاردة بين النوت 20 ألترا والنوت 10 بلس هتكون من حيث التصميم، الأداء، الكاميرات، سوفتوير، والقلم. يلا نبدأ سوا. التليفونين من قدام شبه بعض جدا، مش هتعرف تفرقهم الا وانت حاططهم جنب بعض، وده لسببين. الاول ان النوت 20 الترا اكبر في حجم الشاشه بواحد من 10 بوصه، يعني النوت 20 الترا 6.9 من 10 بوصه، لكن النوت 10 بلس 6.8 من 10 بوصه، وده بيخلي النوت 20 الترا اطول حاجه بسيطه. السبب الثاني هو حجم البانش هول او فتحة الكاميرا الامامية اللي اصغر في النوت 20 الترا، لكن الشاشتين دايناميك اموليد وبيدوا نفس التجربة الممتعة في الفرجة على الفيديوهات، وطبعا في فرق بسيط لصالح النوت 20 الترا، وكمان هيكون في فرق في ضوء الشمس بين الاتنين برضو لصالح النوت 20 الترا اللي بقى بدرجة سطوع 1500 نتس. نسبة الشاشة لجسم الموبايل في النوت 20 الترا 91.7%، لكن في النوت 10 بلس 91% بس، وده بسبب ان الحواف في النوت 20 اقل من الحواف في النوت 10 بلس، لكن دي حاجة مش ملحوظة بالشكل الكبير، ومحتاج انك تدقق في التليفونين علشان تاخد بالك. النوت 10 بلس بيجي بشاشة جوريلا جلاس 6، لكن النوت 20 الترا بيجي بالنسخة الجديدة اللي هي جوريلا جلاس فيكتوس، اللي بتخلي شاشة النوت 20 الترا اكتر مقاومة للصدمات. التصميم من الخلف مختلف تماما بين الاثنين. النوت 10 بلس من الخلف فيه 3 كاميرات، وايد والترا وايد وتيلي فوتو، معاهم التي او اف كاميرا او التايم اوف فلايت مع الليد فلاش، لكن في النوت 20 الترا عندنا الثلاث كاميرات اللي هم الوايد والبيريسكوب والالترا وايد، معاهم الليد فلاش والليزر اوتو فوكس، واللي عالج مشكله الاوتو فوكس اللي كانت موجوده في الاس 20 الترا. ارتفاع الكاميرا بامب في النوت 20 الترا ملحوظ جدا، وواخد مساحه كبيره من ظهر التليفون، لكن لما بتتعود عليه بتحسه شكله شيك، وكمان مخلي التليفون شكل مميز عن اي تليفون موجود في السوق. الكاميرا في النوت 10 بلس اصغر في الحجم بكتير وشكلهم حلو جدا، لكنهم بيشبهوا لحد كبير كاميرا الهواوي البي 30 برو. مكان زرار الباور والتحكم في الصوت في النوت 20 الترا اتنقل ناحية اليمين، وكمان مكان القلم، ودي هتعمل لك مشكلة لو انت بتعمل ابجريد، وهتاخد وقت على ما تتعود على الاتنين، لكن اخرها اسبوع. بالنسبة للاداء، النوت 10 بلس بيجي بالمعالج الاكسنوس 9825، لكن النوت 20 الترا بيجي بالمعالج الاكسنوس 990، والفرق ممكن يكون حاجة بسيطة بين الاتنين، لكن في استخدامك اليومي مش هتحس بالفرق ده اصلا. الموبايلين بيقدموا تجربة سلسة واداء سريع، ولكنه بيبان اسرع في النوت 20 الترا، وده بسبب الشاشة 120 هرتز، وده اول فرق كبير بين التليفونين، لان تجربة استخدام الشاشة 120 هرتز وبعدين العودة للشاشة 60 بتحس بيها جدا، خصوصا لو استخدمت ال 120 هرتز لوقت طويل، لكن لو انت ما استخدمتش الشاشة ال 120 هرتز قبل كده، فبالتالي هتكون تجربة ال 60 هرتز بالنسبة لك سلسة وسريعة في النوت 10 بلس. لكن عموما الاستخدام اليومي ما فيهوش فرق كبير، فتح وقفل الابليكيشنز بيتم بكل سلاسة بدون اي لاج، وده اللي بقوله دايما، ان الاستخدام اليومي او العملي هو الفيصل، لكن انك تقعد تجرب تفتح ابليكيشنز ورا بعض كمقارنه وتشوف مين اللي بيفتح اسرع، دي مش حاجه بتحصل في الحياه العمليه. انت عايز التليفون يستجيب بسرعه لما تطلب منه ينفذ عمليه معينه، وده اللي بيحصل في التليفونين. التليفونين بيقدموا تجربه كويسه في الالعاب مع مشكله عيب السخونيه في المعالج الاكسنوس، لكن للامانه ده بيحصل بعد ساعه لعب على التليفون، ومش اي لعب، لما بتلعب لعب تقيله زي ببجي مثلا. صوت السماعات قريب من بعض، لكن انا بحس ان الصوت في ال 20 الترا مجسم اكتر من 10 بلس. تعالوا نسمع مع بعض كده.
face. Need someone to be right beside me. Seven days and 20 hours since you left. Yesterday was my favorite place, but today I don't see nobody. All alone, no familiar face. Need someone to be right beside me. التليفونين بيجوا بمساحة داخلية 256 جيجا كبيس موديل، وده رقم كبير ومهم بالذات في النوت 20 الترا لانه بيصور فيديوهات لحد 8K، وكمان الكاميرا ال 108 ميجا بكسل اللي بتخلي مساحة الصورة الواحدة توصل ل 40 ميجا وساعات بتعديها، ففي الحالة دي المساحة الداخلية هتفرق جدا. وهنا بننتقل لنقطة مهمة جدا وهي الكاميرات. الكاميرات هي تاني فرق كبير بين التليفونين. اداء الكاميرا في النوت 20 الترا فعلا مبهر وبيدي لك صور الوانها زاهية جدا وتفاصيلها واضحة مقارنة بالنوت 10 بلس حتى مع الزوم، وبالذات لو استخدمت العدسة 108 ميجا بكسل فالفرق هيكون واضح في الصور، ولو عملت زوم على الصور نفسها مش هتلاقيها بتبكسل. انا هسيبكم هنا شوية مع صور وفيديوهات تم تصويرها بالتليفونين مع بعض في نفس الظروف، وانتم شوفوا هل في فرق كبير ولا قريبين من بعض، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بس عايزكم تلاحظوا الفرق في الصور البورتريه والعزل في ال 20 الترا ازاي اتطور. لاحظوا كمان الفرق في الزوم، وان تقريبا الصور ال 5X زوم في ال 20 الترا زيها زي الصور العادية، ولاحظوا الفرق في الصور الليلية، لكن في الصور الستاندرد هتلاقوهم قريبين من بعض. يلا بينا نشوف مع بعض. بالنسبة للسوفت وير، التليفونين دلوقتي عليهم اندرويد 11 بواجهة سامسونج وان يو اي 3، ولو ما شفتش مميزات الواجهة دي تقدر تتعرف عليها من اللينك اللي هيظهر دلوقتي. وبنسبة كبيرة الامكانيات بين الاثنين واحد في السوفت وير، الاثنين فيهم نفس الادج بانل، نفس القوائم، نسبة التقارب بينهم في السوفت وير تتعدى ال 95%، ودي من مميزات سامسونج الحقيقة. لما بتحدث تليفون موديل قديم بتقوم بإضافة معظم الخصائص الموجودة في الجديد للقديم. بالنسبة للقلم، القلم اكتر حاجة بتميز النوت. الفرق الوحيد بين التليفونين في موضوع القلم هتلاقيه تاني نتيجة الشاشة 120 هرتز في النوت 20 الترا، لانها بتخلي وقت الاستجابة للقلم او الليتنسي اسرع من النوت 10. رغم ان انا ما كانش عندي مشكلة في استجابة القلم في النوت 10، لكن لما تجرب قلم النوت 20 هتعرف الفرق. امكانيات القلم هي من حيث ان القلمين بيدعموا البلوتوث وبيدعموا انك تتحكم عن بعد في التليفون، نفس شكل القوائم ونفس الامكانيات. واحنا كنا عاملين حلقة خاصة عن امكانيات الاس بن، تقدروا تشوفوها في الفيديو اللي هتظهر اللينك بتاعته دلوقتي. الخلاصة، لو فرق الفلوس مش بيمثل لك مشكلة فطبعا اعمل ابجريد للنوت 20 الترا، لكن انا رأيي دايما ان التحديث يبقى كل سنتين علشان تحس انك عملت تحديث في التليفون، رغم ان احنا لسه مش متأكدين هيكون في سلسلة نوت تاني ولا لا. لو القلم مش فارق معاك يبقى فكر في الاس 21 الترا، هيكون بديل افضل في الاداء والكاميرا. في النهاية لو في حاجة انا ما غطيتهاش في الفيديو ممكن تسألوني في التعليقات وانا هرد على كل الاستفسارات باذن الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لان ده بيدعم القناة جدا، وكمان ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. شكرا، ونتقابل في حلقة جاية باذن الله.